من أعظم نعم الله تعالى علينا نعمة الأخوة. أخي عبد القادر، أخي الكبير، وأخي أبو عمر الله يرضى عليه، نعمة الأخوة يا جماعة ما في أعظم منها في هذا الزمن، هذا اللي نحن عايشين فيه. أحيانا بنشوف أجواء الحسد، أجواء التقاتل، أجواء المشاحنات، والله ما موجودة بيننا. الله يزي خير الجزاء والده اللي ربانا واللي علمنا الحب واللي كان يدعينا أن نكون نحب بعضنا. فأنا وإخواني فضل الله سبحانه وتعالى لا نجد في قلوبنا إلا الحب لبعضنا. يعني أنا مثلا ما أي شيء بصير عندي مناسبة فرحة بشعر بأنه فرحانين لأكثر من فرحه لأنفسهم، ونفس الشيء هذا الشيء متقابل بين بعضنا البعض. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يعيد الحب إلى بيوت المسلمين يا رب العالمين. الله يبارك فيكم جميعا. أهلين أبو أحمد، أهلين أبو عمر، الله يرضى عليكم.